بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تقديم أسمى فروض الطاعة والولاء للسدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، خادم الأعتاب الشريفة نجيب المنكبي، تم توقيفي عن العمل وإحالتي على التقاعد الحتمي ظلما وعدوانا ودون مبرر قانوني وبالموازاة مع مناسبة عيد الأضحى المبارك. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، في الوقت الذي كنت أنتظر فيه الإنصاف ورد الاعتبار، مارست المديرية العامة للأمن الوطني في حقي الظلم والتعسف والشطط والحجرة والتدليس بقرار مشحف وجائر في حقي يا مولاي، وهو قرار التوقيف عن العمل والإحالة على التقاعد الحتمي. لا لشيء يا مولاي، هو كوني أخبرت بخروقات أمنية تمس المنظومة الأمنية بناء على مذكرة مصلحية حول مراقبة المنطقة الإقليمية صخيرات تمرة، ومن بين هذه الخروقات سرقة محرك سيارة تابعة للشرطة، وسرقة أجزاء سيارة محجوزة من نوع مرسيدس من طرف النيابة العامة، وبأدلة دامغة وبشهادة الشهود. إن قرار التوقيف يا مولاي عن العمل والإحالة على التقاعد الحتمي اتخذ في حقي دون مراعاة ظروفي الاجتماعية والأسرية والمادية، كوني أنا المعيل الوحيد لأبناء الخمسة الأيتام وكلهم في طور التمدرس، كما أن هذا القرار غير معلل وغير مبني على أساس قانوني وموقع من قبل السيد مدير مديرية الموارد البشرية والذي هو خصم وحكم في ذات النزاع، وسبق لي يا مولاي أن رفعت ضده عدة شكايات تظلمية اعتمد على مضمونها كسلاح ضدي للانتقام مني، وهذا المسؤول سبق له وأن وهبي لما أخبرته بالخروقات الأمنية المرتكبة بالمنطقة الإقليمية صخيرات تمارة. إنني أتساءل يا مولاي أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده عن هذا الظلم الجائر في حقي، فعوض محاسبة المتورطين في الاختلالات الأمنية والمتورطين في التنقيلات التعسفية عمدوا على إقصائي وتهميشي وإحالتي على التقاعد الحتمي. مولاي صاحب الجلالة، لقد طرقت جميع الأبواب بما فيها ديوان السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وكذلك مديرية الموارد البشرية والمفتشية العامة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دون أن أحظى باستقبال أي مسؤول يذكر. عفوا. كما سلكت يا مولاي جميع الطرق الإدارية القانونية برفع عدة طلبات مقابلة السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، وشكايات تظلمية ناهزت 34 شكاية وطلب، من بينها التماس مقابلة حضرة أمير المؤمنين ولم يتم إرسالها إلى الديوان الملكي.
وأخبركم يا مولاي رعاكم الله أنني راسلت السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني بتقرير إخباري من أجل إعطاء تعليماته للمسؤولين الإداريين من أجل الكف عن مختلف هذه المضايقات والقرارات المجحفة، مشيرا من خلاله إلى ما جاء من خطاب الملك السامي للذكرى 20 لتربع مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين حول إجراء قطيعة نهائية مع المظاهر السلبية ومظاهر الريع وإشاعة قيم العمل وتكافؤ الفرص والتحلي بالحزم واليقظة والإقدام وروح المسؤولية العالية. لكن يا مولاي، مباشرة بعد هذه الإشارة لمضامين خطاب الملك السامي تم اتخاذ هذا القرار الجائر في حقي، وهو التوقيف عن العمل والإحالة على التقاعد الحتمي الذي كان بدافع الانتقام والتغطية عن الخروقات الأمنية المرتكبة من المنطقة الإقليمية صخيرات تمارا عبر إدفاء أبعاد لا مهنية عن طريق تواطؤ جهات نافذة لا تريد لملف تظلمي يا مولاي أن يسلك طريقه نحو التطبيق السليم للقانون من طمس للحقائق وإخفاء للدلائل، ويتعلق الأمر بالسادة المسؤولين الآتي ذكرهم: السيد رئيس المنطقة الإقليمية صخيرات تمارا، السيد رئيس الفرعية الإدارية من المنطقة الإقليمية صخيرات تمارا، والذي يشتغل بتعاقد مع الإدارة بتمديد لمدة سنتين، والذي تستر على السرقة التي اقترفها موظف شرطة تابع لحظيرة السيارات لكونه يقضي له مصالحه الشخصية مستغلا سيارتين للشرطة. كذلك السيد رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية صخيرات تمارا، السيد رئيس المصلحة الإدارية الولائية لأمن الرباط تمارا الخميسات، السيد رئيس قسم الموظفين بالمصلحة الإدارية الولائية لأمن الرباط تمارا الخميسات، السيد مدير مديرية الموارد البشرية، المفتشية العامة للأمن الوطني، والتي قامت بتكييف واقعة الاختلالات كونها لا أساس لها من الصحة دون تعميق البحث والاستفسار عن مآل محرك سيارة الشرطة، ودون استماع إلى مقترف السرقة في أجزاء السيارات المحجوزة من قبل النيابة العامة، ولم تستدعي كذلك الشهود. السيد رئيس اللجنة التأديبية، السيد قائد مجموعة حماية المواقع الحساسة بسلا، والذي قام بتكوين نقابة من الشهود زور ضدي من أجل دعم حججه الكاذبة ورغبة منه في الانتقام مني والتحايل الرهيب. وهذا المسؤول الذي عهدت إليه تقييم أداء الموظفين وتنقيطهم، والذي منحني نقطة 1.5/20 لحرماني من الترقية الداخلية بدوره ينام بمكتبه لساعات طويلة ويتجول عبر مختلف مصالح المجموعة بفوقية لونها أبيض، كما أن هؤلاء الشهود لهم مصالح فساد شخصية متقاطعة ويتمتعون بحماية السيد القائد، وأغلبهم يتقلدون مهام في مراكز المسؤولية ويشهدون كذبا إما بالمقابل أو بالإكراه يا مولاي من أجل التحريف المقصود والمتعمد للحقيقة والوقائع، وهم كالتالي: السيد البعبدي قائد مجموعة المضلعات الأمنية
السيد حسن أمهرج قائد فرقة المدلعات الأمنية. ضابط أمن ممتاز حسن أمهرج قائد المدلعات الأمنية رقم جوج، واليد اليمنى للسيد القائد، وهو الذي ساعد السيد القائد في جمع شهود الزور. ضابط الأمن الممتاز البوهالي محمد قائد الفرقة الأولى للمدلعات الأمنية. السيد العثماني مراد رئيس كتابة المدلعات الأمنية رقم واحد، مقدم الشرطة أيوب الفيتش. السيد طيب تازوطي رئيس كتابة المدلعات الأمنية رقم جوج. السيد محمد الخلوقي رئيس كتابة مجموعة حماية المواقع الحساسة بسلا. السيد عزيز طيبي. السيد عبد المجيد الحمري. السيد فؤاد بن طالب. السيد يونس برشوي. السيد سفيان بن المرابط. السيد بدر أبيحة. السيد بوخريس محمد. السيد عمر أحوار. السيد عبد السلام الغيدوني مكلف بالتجهيز. السيد محسن الربجة المكلف بالاستعمال للمضلعات الأمنية رقم 3. السيد مقدم رئيس أحمد البدوي المكلف بحظيرة السيارات. السيد تاج الدين نور الدين رئيس الفصيلة الأولى للمضلعات الأمنية رقم 1. والشاهد رقم 20 مقدم الشرطة عثماني محسين رئيس كتابة حضر. فكيف لي وكيف يمكنني أن أتجاوز هذه الوضعية من حلق الضيق إلى أوسع الطريق وأنا أغلقت في وجهي جميع الأبواب وفي ظل غياب أجوبة عن الرسائل والشكايات؟ لا أجد سوى باب جنابكم الشريف الواسع الجليل من أجل تدخلكم العاجل يا مولاي لإنصافي ورد الاعتبار لي من قرار التوقيف والإحالة على التقاعد الحتمي الجائر في حقي، والذي اتخذ دون مراعاة الجانب الإنساني، وأنا أب لخمسة أطفال أيتام. كما ألتمس وأستعطف شخصكم الكريم يا مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باستقبالي استقبالا شخصيا من أجل إفادتكم يا مولاي بالخروقات الأمنية وبالخلل المتجدر بالمنظومة الأمنية وبأدلة مؤكدة ومثبتة يا مولاي. لذلك رغبة مني في الانخراط في السياسة الرشيدة لجلالتكم لحفظ الأمن والأمان وتخليق الإدارة. كما أغتنم يا مولاي هذه الفرصة لأرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والتبريك والإخلاص، سائلا الله العلي القدير أن يمد مناسبة عيد الأضحى المبارك على جلالتكم بالخير واليمن والبركات، والسلام على المقام العالي بالله.